من أجمل الحكاية التي تحكيها لنا حكاية مصر هنا في جدة التاريخية، حكاية عاشها أجدادنا بين حارات وأزقة حجازية وبيوت ورواشين ذات تصاميم فنية، فأصبحت متحفاً تنقل به إرثاً حضارياً عمره 3000 عام. مركز مبادرات مسك للسنة الثالثة على التوالي، مسك في جدة التاريخية اللي من خلالها نهدف إلى أنه نبرز هذه المنطقة التاريخية ونحث على المحافظة عليها من خلال الفعاليات اللي موجودة اللي تأتي من روح هذا المكان والموروث الثقافي اللي موجود فيه. أوساكا يا للحارة ساكا، اللي ما ينادي ما يلقى. أوساكا سيدي ساكا. هنا في جدة التاريخية تربط مسك ماضي الأجداد بحاضر الأطفال وتستقبلهم بأجمل الأهازيج الحجازية مرتدين بها أزياء فلكلورية ويقدمون لهم أشهى الأكلات الحجازية. طبعاً احنا عندنا الفعاليات أكثر من 22 فعالية موجهة لكافة شرائح المجتمع المختلفة. أهم الفعاليات اللي عندنا اللي هو المسرح اللي نعرض فيه لأول مرة مسرحية تعني بالموروث الثقافي للمنطقة بتقنية الهولوغرام، وأيضاً فيلم كنز الخطاب اللي هو إنتاج سعودي أنيميشن من إنتاج شركة مانجا برودكشن، وأيضاً عندنا ممر الصور اللي من خلاله الزائر ياخذ رحلة مصورة في تاريخ جدة من أول الصور اللي التقطت لها حتى وقتنا الحالي، بالإضافة للأطفال عندنا منطقة الطفل وصندوق الدنيا وأيضا مسرح العرائس، وكذلك جدة المصغرة اللي جمعنا فيها تقريبا 15 مبنى بسكيل مصغر لأهم المباني في جدة للتعريف فيها وبأهميتها ومن كيف اكتسبت أهميتها التاريخية. أصبحت جدة التاريخية مكاناً يحتضن الزوار ليستمتعوا بأجواء وطقوس عائلية مميزة تمزج أصالة الحضارة وتاريخ التراث الحجازي بالفن من خلال العديد من الفعاليات كالمسرح الذي يعرض لأول مرة بجدة التاريخية بتقنية الهولوغرام، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال. لما الشهري جدا.